من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية الطيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة، برنامج من الجامعة نبني الوطن. إذن حلقة جديدة ترافقني فيها أختي آمنة بوخيت في هندسة الصوت، ومحمد سيف بولعريس في الهندسة الرقمية. إذن من الجامعة نبني الوطن، هو في الحقيقة الجامعة هي وظيفتها معناها تقري الناس وتتخرج الناس، ولكن معلوم أن الجامعة مهيش من وظائفها، مش مهمتها تشغيل الناس. طبعا لما طالب يتخرج من التعليم العالي من الجامعة، أكيد جدا المرحلة الجاية هي البحث عن العمل، وطبعا سوق الشغل. طبعا سوق الشغل في تونس ينجم يكون موظف، ينجم يدخل أستاذ، معلم، طبيب إلى آخره، وفي نفس الوقت زاد فما بلايص أخرى تنجم تساعد وتعاضد جهود الدولة في التشغيل. إذن للحديث على الموضوع ذي اليوم عنا ضيوف من معتمدية منزل ميري. معتمدية منزل ميري هي تبعد تقريبا 38 كيلومتر على القيروان المدينة. علاش اخترنا منزل ميري وعلاش بدينا بمنزل ميري؟ طبعا الأبواب مفتوحة لكل المعتمديات ولكل المستمعين الكرام، ولكن بدينا بمنزل ميري باعتبار أنه خصها السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بالمدينة الصحية، المشروع العملاق إن شاء الله يرى النور، وإن شاء الله في القريب العاجل تبدأ الأشغال إن شاء الله. طبعا هم يقولوا أن هي في مرحلة الدراسات، ولكن إن شاء الله هالمشروع هذايا يشوف النور. إذن السادة الضيوف، نبدأ بسي ثامر الجملي. هو متخرج من الجامعة وهو أستاذ عربية، وحاليا هو يخدم معلم نائب. سي ثامر مرحبا بك. إذن معنا أيضا السي فاكر الجملي، وهو موظف في ديوان الأراضي الدولية، وهو أيضا نقابي وناشط في المجتمع المدني. استضفناه باش إن شاء الله يعطينا فكرة على الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم. خويا فاكر مرحبا بك. أيضا معنا سي محمد الفايدي، اللي هو متحصل على الإجازة التطبيقية في نظم الإعلامية والبرمجيات، وهو أيضا ناشط في المجتمع المدني. سي محمد الفايدي مرحبا بك. وكذلك معنا سي بسام الجملي، وهو التقني سامي في الصناعات الغذائية. سي بسام مرحبا بك، شرفتنا. إذن في إطار معاضدة جهود الدولة معناها لتشغيل حاملي الشهادات العليا وخريجي الجامعات، في الحقيقة هو معناها الموضوع ما يتعلقش كان بخريجي الجامعات. صحيح خريج الجامعة معناها عنده الحق والأولوية في الشغل، ولكن الشغل ليس حكرا على خريج الجامعة. فما برشا ناس تنجم تفيد، وفما برشا ناس تنجم كيف ما نقولوا تنخرط في سوق الشغل هذه. إذا نبداو مع سي ثامر الجملي. سي ثامر، أنت أستاذ عربية متخرج، وطبعا تعمل بصفة معلم نائب، ولكن أعتقد أنه مجيئك لهنا مش على حكاية معلم نائب أو كذا، ولكن تراو أنتم في معتمدية منزل ميري أنه فما حلول أخرى اللي تنجم تساعد كل الشباب العاطل عن عمل، وتفتح كيف ما نقولوا أبواب الشغل في وجه طالبي الشغل. مرحبا بك سي ثامر، نعود نجدد لك التحية ونعطيك الكلمة. تفضل. شكرا لك سي طارق. بالنسبة لمنزل ميري، من المناطق القليلة اللي عندنا مشكل البطالة، والحل زاد كذلك عندنا الحل، لكن اللي ربما نلخصها في غياب الإرادة. نعم. بالنسبة لمنزل ميري هي منطقة ذات طابع فلاحي بامتياز. نعم. الحلول بتاع البطالة لا يمكن أن تكون إلا فلاحية. نعم. بدليل أن عندنا شركات الأحياء، وعندنا أراضي الشاسعة وغابات الزيتون وغير غير ذلك. نعم. انطلقنا في المقترحات بتاعنا كشباب مزميري متحمس لإيجاد حلول لمعضلة البطالة، أو ربما امتصاص البطالة. نعم. فمن مقترحات بتاع شباب مزميري منذ الثورة، لأنه قبل الثورة ربما كانت رؤوس أموال قوية تحكم في هذه الشركات، ما تنجمش ربما مش تواجههم. بعد الثورة قلنا لما لا نفتح موضوع البطالة ومعضلة البطالة، ونعمل حل جذري لمسألة البطالة. منزل ميري مثلا إذا مش نشوفه منطقة مثلا صناعية، نعم، باش تمتص البطالة كانوا عندك زوج معامل ولو عندك ثلاث معامل، كانوا عندك ثلاثة ولو أربعة. نعم. منزل ميري ما تنجمش تكون صناعي. نعم. منزل ميري فلاحية. قلنا
الشركات هذوما اللي فاهم حتى اللي بعد الثورة معنا خرج ورجعت الملك الديوان وكذا وسي فكر سي ثمر الثورة تقصد 2011 أي نعم. قلنا يا شركات إذا جو مستثمرين صادقين نعم. بكرة شروط يقول لك نايا مش نشغل في العام هذا نزيد كذا كذا في العام كذا يساهم في امتصاص البطالة والشركة الأخرى كيف كيف نعم. حلوا مشكلة ما ثماش الحل هذا حل المقاسم الفلاحية نعم. حل المقاسم هذا فيه برشة مشاكل نعم. يقول لك هل نشجعوا على التواكل يقول لك والله نأخذ 100 زيتون و 200 زيتون وهاني في القهوة وشيخ نخضر الزيتون وللنجمع ومعنا كل نعم. اللغة ذيك لا الشباب مازميري قال لك تعطيني حتى أرض بور أرض بيضة نعم نايا نستصلح توفر نعم. لي الماء وتوفر لي دعم اللول وكل شيء الحلول بتاعنا نعم. قلنا يا تعطيني مقسم فلاحي وخليني نشق طريقي ونخدم نعم. على روحي معاش الطالب بالوظيفة كسوا صاحب شدولي أو بطال نعم نعم احنا. نعم وإلا إذا ما تسكرت البيبان أنه باش تعطينا مقاسم فلاحية أخويا نعم. هات لنا مستثمر صادق نعم. في نواياه ويلتزم بكرة الشروط ويشغل لنا خاطر مش معقول اني شركه بالاف اشجار الزيتون تلقاها تشغل في 30 و40 خدام نعم نعم فنحن نعم. الحلول اللي الشباب لانه هو مش تعطيك لخصت نعم. شاب من مازميري مش يزساك ويمشي باش ما نحكوش منطقه جهويه مش يمشي الولايه فيها شغل نعم راهو على الميدان راه وقت اللي مش يخلص مباهم يكون الخلاص بتاعه نعم راه وكيل نعم والعطار يسير والخضار يسير والتاكسي يسير وكل نعم راه في النهايه كي يروح لدارهم بعد راه ثم شكون طلب الركوب من بي نعم. وباش يرجع بالاضافه لانه خلى وراه عائله وليدات ساكك وبرا امشي مثلا دبر لا لا لا, لا. راه غير معقول لا مش الحلول نحن او حتى الاخوه معنا في هذا الاتجاه معنا احكوا معنا عندهم حتى دوسيات في حكايه المقاسم الفلاحيه نعم. ثم زاد كذلك العمال اللي كانوا يشتغلوا كيما الاخ اذا نرجع لك سي ثمر نرجع لك نستسمحك معناها نمشي لخويا فاكر الجملي سي فاكر معناتها شنو هي موضوع الاراضي الدوليه الموجوده في منزلميري وشنو هي المساعي اللي انتم عملتوها باش تعاضوا جهود الدوله في تشغيل الناس للبطاله يعطيك الصحه على السؤال ونشكركم مرة أخرى على طرح موضوع الأراضي الدولية مرحبا بك في ولاية قروين بصفة عامة خاطر هو موضوع نعتبره معناها موضوع حرق وموضوع على الدولة أن توليه الاهتمام التام وما تتغاضاش عليه خاطر احنا عندنا نظرة اللي موضوع الأراضي الدولية معناها موضوع كان مغيب نعم. الدولة ما تحبش تحكي فيه الإدارة ما تحبش تحكي فيه نعم لانه هو اول حاجه في حد ذاته يشكل مشكل كبير نعم وزاد هو في حل كبير للموضوع البطاله نعم حتى نجو نبدا لك الحديث معناها كيفاش نطرحوا المشكل باش من بعد نجو للحلول نعم منذ التسعينات الدوله مشت في برنامج انها تحدث شركات احياء وتنميه في الاراضي الدوليه معناها باش تحقق نوع من التنميه وتمتص البطاله معناها وتكون رافض للتشغيل وكذا نعم شايف الموضوع هذا معناها نحكي لك في التسعينات قبل الثورة نعم وتعرف اللي وقتها معناها كانت الإدارة معناها ما فماش القانون الصحيح وما فماش معناها إسناد أراضي حسب كراس شروط وهذا نعم وقتها وقع منطق المحسوبية في إسناد الأراضي هذه نعم جار ربيع العربي يعطيك الصحة جار ربيع العربي معناها الثورة سوى دي زمان ما نحكوش ما نقولوش ربيع ثورة نعم. ثورة أو انتفاضة أو خاطر ما حققنا حد شيء احنا نعم وذلك على السمينار ربيع العربي ما حققنا حد شيء جاء الثورة جت الانتفاضة هذيك باش معناها تقاوم الفساد هذاك مثلا نحن نحكو في الأراضي ما نحكوش بصفة عامة نعم في الأراضي غادي كان في منزل مهيري الشباب الكل انتفض معناها باش يقاومك الفساد وك الناس اللي خذت الأراضي الدولية بالمحسوبية واللي ما أنتجتش الثورة واللي ما شغلتش واللي كذا وما خلصتش الدولة في المديونية نتاعها وما خلصتش السيناسيس نعم كانت الفكرة المطروحة الأولى من كافة الأهالي معناها والبطالة وحاملي الشهيد العلي العاطلين على العمل والناس اللي عندهم معناها فكرة على الفلاح وكذا هي توزيع الأراضي الدولية في شكل مقاسم
للانتفاع به. بالله سي فاكر باش توضح لي الاراضي اللي نتكلموا عليها احنا توا هي الاراضي اللي مازالت على ملك الدوله ولا الاراضي اللي هي تعطيت في زمن ما؟ وضح لي باش نظلموا حد يعني. هي شركات الاحياء والتنميه. نعم. شركات معناها تبعثت على اراضي دوليه على ملك الدوله. نعم. الاراضي الدوليه هي اراضي دوليه مهيكله. نعم. مرجع النظر هي وزاره املاك الدوله. نعم. دون لوطون كانت في تحت ملك ديوان الاراضي الدوليه لكن بعد بامر معناها بمشروع قانون اصبحت تابعه لوزاره املاك الدوله. نعم. تو بعد الثوره وقع عمليه اسقاط الحق في المستثمرين اللي اخلوا بكراس شروط واللي اخلوا بشروط الانمائيه وشروط التعاقديه. نعم. والدوله طبقت القانون واسترجعت اراضيها. وهي دونك هذه معناها بعد الثورة الدولة بعد الثورة الدولة استرجعت أراضي. استرجعت العديد من الأراضي في منزل المهيري. عندنا 5 ضيعات أو 6 ضيعات هي تو تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في خلية الأراضي المسترجعة بصفة وقتية إلى حين معناها تسويقها معناها إما للاستثمار أو إسنادها لديوان الأراضي الدولية بصفة معناها نهائية. وقداش عندها من عام توذية رجعت للدولة؟ من 2012 إلى حدود الساعة هذه. 2012 به نرجع لك سي فاكر. نمشي لمحمد الفيدي وهو كما قلنا عنده الإجازة في نظم الإعلامية والبرمجيات ونطلب من السادة التقنيين أنهم يخرجوا لي تصاور معناها متاع الزيتون متاع الضيعات الفلاحية هذه. وباش نسالك معناها سي محمد الفيدي على احساسك وقت اللي تتعدى على الزيتون لما تتعدى على الزيتون بالشكل هذا. طبعا هنا نفسروا للساده المستمعين الكرام عندنا الزيتون وتونس معناها هي من اولوياتها الفلاحه اقتصادها قائم بالدرجه الاولى على الفلاحه. اذا نشوفوا الزيتون يابس الزيتون يابس معناتها علاش انا تعمدت نقول الربيع العربي لانه في الربيع معناها الاشجار تخضر ولكن انا تو قاعد نشوف في اشجار يابسه اشجار معناها تحرق القلب معناتها زيتون يابس. شنو احساسك وانت معناها تشوف في شباب عاطل على العمل شباب بطال وقت اللي الزيتون كيف هناك يابس معناها ما يتعطيش معناتها للناس تستثمروا او تقول لي مثلا شنو المانع من انه مثلا هذايا يقع استصلاحه من طرف الشباب العاطل عن العمل الخريج الجامعات وغيره؟ والله في الحقيقه احنا شباب منزل مهيري تولدنا في الفلاح. نعم. تولدنا فلاح. نعم. كي تجي تشوف الاصل فلاح اما ما عندناش الارض ما عندناش الامكانيات الدوله. نعم. ما تعاونكش. نعم. باهي قرينا وخذينا الشهاده العليا وكل شيء ورجعنا مش نستصلحوا في الاراضي نتاعنا كل شيء. نعم. نلقوا مستثمرين خرجت سيء على رواحها ورجعت الزيتون للدوله. نعم. باهي تجي بعد عوام تلقى الزيتون كيما هكا يابس يابس. نعم. وتلقى بجنبه ثم مقاسم اخذتها عباد واستصلحتها ولا ينتج الزيتون تبارك الله ويشغل يد عامله. نعم. وينتج. نعم. معناها احساس بالحق هذا راهو الانتوراج كامل راهو موجود في الانتوراج كامل تاع منزل ميري راهو. اي منزل اعتقد. نعم. حتى نصر الله المعتمدين المجاوره فيها اشجار زيتون يابس. الانتوراج كامل. ولا وبالله هنا ركز لي في حاجه معناها الضيعات اللي على ملك اشخاص هذيك الزيتون اخضر ولكن الضيعات على ملك الدوله الزيتون يابس. يابس. زيتون الدوله يابس وزيتون الناس اخضر. هذا معناه باش يوريك مقارنه صغيره ما بين الزيتون كي تعطيه مثال على وجه الكراهه وما راهم ماخذينه معناه. نعم. يخلص في الاداءات للدوله. نعم. وينتج بالعكس ويساهم. نعم. في الحركه الاقتصاديه للبلاد. نعم. علاش هذاك مثال ما تاخذوش نموذج هو هكا عملته شيء ونجح النموذج. نعم. واصل فيه علاش خليك منك تو الزيتون كيموت كيما هكاك. نعم. ما عادش تصلحوه تو سيء هذاك. نعم. اي ماتت. اذا سامحني سي محمد اذا مستمعينا الكرام الله لا يبسلنا زريعه. اذا نخرج فاصل ثم نعود. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة الحياة فيها من جد لكم التحية مرحبا بكم مرة ثانية ومرحبا بضيوفي الكرام ثامر الجملي فاكر الجملي محمد الفيدي وبسام الجملي اللي هما جاونا من معتمدية منزمهيري المعتمدية اللي تقوم أساسا معناتها دورتها التنموية على الفلاحة وكنا نحكيه على الزيتون معناتها يبس القلب معناتها الزيتون يبس يعني الزيتون يابس. أنا سمعت كلمة معناتها الحقيقة الكلمة هذية معناتها وجعتني برشا الكلمة هذية رغم حبنا معناها
لبلادنا وهالوطن العزيز. سمعت كلمة وجعت لي قلبي ياسر، قال لك الزيتون في عهد الاستعمار ما يبسش، وفي عهد معناها وتوا بعد الاستعمار يبس. معناها الزيتون كيف نهاكا سي بسام الجملي، علق لي على الموضوع ذاك باعتبار أنك نشط في المجتمع المدني ومن أهالي منزل مير. منزل ميري أش وصلوا الزيتون يبس كيف كيكا وقت اللي عنا ناس معناها قاعدة في القاوي؟ ولهنا نستسمحك، معناتها احنا توا عافيكم الله كي خرجت الكورونا طلعنا بك شعار شد دارك، ولكن اذا كان انا نخلي الزيتون يبس كيف كيكا فهنا مش نستنبط شعار جديد شد القهوة، معناها ما تخدمش لكن شد القهوة، هاو الزيتون ان يبسوه خير. تفضل. نحب نزيد نعاود نشكرك مرة أخرى على الاستضافة هذه. مرحبا بك. طرح الموضوع هذا اللي هو موضوع حارق جدا وموضوع كنا نحلم أنه يجي نهار ونحكي عليه في ذاك. مرحبا بك. شكرا جزيلا. نحب نعلق على شيء هذا، نحب نقول لك اللي المستثمرين اللي كانوا معناتها يستغلوا في مازن ميري في عهد بن علي في الحكومة السابقة كل شيء، نعم. ما تقيدوش بكراسيات الشروط نتاعهم، وما تقيدوش بالمشاريع اللي كانوا لازم يعملوها باش يمتصوا مشكلة البطالة وما إلى ذلك. نعم. فحدث في سنوات 2002-2003 ثم شركة تخلت على يعني ما نجمتش تقاوم المصاريف وكل شيء، شركة دولية، نعم. فقسم يعني معنا تجربة سابقة في شيء هذا، تقسمت الأرض ذيك على العاملين اللي كانوا يخدموا فيها، نعم. فكانت أولا ساعة عملت نجاح كبير، نعم. في استصلاح الأراضي ذيك، نعم. وتطويرها، تطوير، نعم. الانتاج بتاع الزيتون، ولت يعني كما نقولوا ثروة وطنية تم الحفاظ عليها، الناس هذيك تحسنت وضعيتها المادية، نعم. فبحيث لهنيكينا لو كان الدولة تزيد تعود التجربة هذه مرة أخرى وتعطي الأراضي للناس هذيك اللي تخدم فيها كل شيء، سواء كانوا من العاملين ولا من أصحاب الشهادة العليا، نعم. فإنه مش تم استصلاحها ومش تكون معناتها خير، نعم. نحن نتسمو معناتها احسن شوي الناس اصحاب الشهاده العليا اللي نطلبوا التقسيم هذا. علاش؟ نعم. يعني نحن كي مش نجوا انسان كما تقول كما قلت انت قرا في الجامعه كل شيء وتخرج فجاه يلقى روحه ماخذ مقسم فلاحي كيف وكما اي انسان اخر، نعم. مش كيف نعم. علاش انا انسان تقني سامي في الصناعه الغذائيه نجم نعمل حاجه جديده، نجم نقترح مثلا مشروع على علاقه بالفلاحه، نعمل مشروع مثلا تاع صناعه تحويليه، نعم. نعمل يعني مشروع من المال نتاعي الخاص اذا كان تعطيني، نعم. ارض ونستصلحها وننتجها وكل شيء تعطيني مردوديه نتاع فلوس، نعم. معاش نتلزل للدوله باش تعطيني قرض وتخنقني به، شوف النجم، نعم. نرجعه شوف لا ولا، نعم. نخدم مرتاح ونعمل مشروع وحدي، نعم. مع كل شيء، نعم. فنحن من خلال المنبر هذا نطالبوا ان الدوله تحاول تتمشى في المشروع هذا وتعطينا الارض وان شاء الله النتائج تكون باهره ان شاء الله. بارك الله فيك سي بسام. اذا نرجع لسي ثامر الجملي. سي ثامر، شنية الآلية اللي ربما أنتم طلبتوا اقترحتوا الموضوع ذي على سلطات معينة كل شيء في أوقات معينة، إذا شنية الآلية اللي تنجم تتقسم بها مثلا هالأراضي الفلاحية إذا هداهم ربي مثلا وقرروا باش معناها يسندوا مقاسم لحاملي الشهادة العليا؟ على فكرة راهو مش كان حامل الشهادة العليا عنده الحق في المقاسم هذه، ربما فما تمثيل للي خرجي الجامعة، ربما فما تمثيل المهندسين متاع الفلاحة، وأنا الحقيقة عندي معلومة يقولوا أنه بين منزل ميري وبين نصر الله فما تقريبا 12 مهندس متاع فلاحة، فهمتني؟ شنية الآلية اللي نجموا يعتمدوها لتقسيم الأراضي هذه مثلا؟ شكرا على السؤال. تجربة المقاسم الفلاحية منزل مهيري هي صارت تجربتين اثنين على العمل، نعم. لكن احنا حبيناها تتطور حتى على أصحاب الشهادة العليا وعلى الناس البطالة بصفة عامة، نعم. تجربة صارت عام 91، نعم. ووقع تقسيم أراضي على عمل، نعم. وتمتعوا وقتها بشهادة الحوز اللي هي سمحت لهم باش تحصلوا على عقود الملكية، ومؤخرا معنا خذوا عقود الملكية وتسجلوا أمورهم مليك، نعم. والتجربة الثانية ما بعد 95. علاش ما بعد 95؟ لأنه خرج قانون في 1995 لا تفريط في أملاك الدولة، يعني إذا مش تعطي مقسم فلاحي يجب يكون على وجه الكراء. على أي على وجه ده. احنا على وجه الكراء نحن التجربتين اثنين ناجحين. ما هي. بعد 95 صار تقسيم في أواخر يمكن عام 2000، أي. وتمتعوا كذلك العملاء بمقاسم على وجه الكراء، والتجربتين اثنين ناجحين، ومعنا ثم عائلات رو مش واحد بركة رو مش تنفع به، نعم. رو ثم عائلات وخاصة تعرف عائلات العدد كبير وكذا، ثم اللي المقسم الفلاحي حل مشكلة 3 و4 أفراد من العائلة، نعم. معناها نعم. معرسين واستصلحوا الأرض وأخذوا على أرواحهم وما عادش متلفت، وأنجوا الناس هذوما، أنجوا ولا باعوها وسلموا فيها؟ لا، ما عندوش حق يبيعها هو. اي ما هو كريا من تحت كريا. لا، ثم ناس استصلحت الأرض، نعم. ولو عايشين منها حلت لهم مشكل البطال، نعم. حتى صاحب شهادة عليا ما عادش يبحث على الوظيفة ولا يخدم على روحه، قال لك أموري مريقلة أنا نخدم على روحي، نعم. به
نحن تجربتنا ذوما صاروا على العمل، نحن حبينا بتجربتنا ذوما ناخذوهم كمثال ويصيروا على اصحاب الشركات. هي صارت في الطويل، هي في الطويل اعتقد في الطويل قسموا اراضي، لكن قسموا اراضي على حاملي الشهيد العليا، العدد شوي 10 من الناس راهو قسموا. احنا مش نحكيوا على الطويله، الطويله قلت لك معناتها صارت تجربه، لكن صار. علاش ما تصيرش في منزمير؟ علاش زيتون يوصل يبس؟ علاش زيتون كيك يبس؟ علاش ما عطاوش للناس باش معناتها شنو الموانع؟ واحنا هنا يقنعونا شنو المانع، يقولوا لكم شنو المانع ويقنعوا. موضوع الزيتون حكيت انه مثلا وصل للدرجه هذيك راهو الدوله بسهمها فيها بصفه كبيره. وفعلا اي الدوله هو ملك للدوله بطبيعته. الدوله اذا انت فشلت التجربه بتاع شركه الاحياء، واذا فشلت التجربه حتى انك رجعت للديوان فشلت الحكايه. نعم. اليوم انت هاك تشوف المقارنه بين الزيتون اللي على ملك الخاص والزيتون اللي على ملك الديوان، ثم فرق 180 درجه. نعم. هي انت تو اليوم عندك مثلا 40 عامل كما في الشركه اللي فيها السي فاكر، يعطي للعمله ويعطي لاصحاب الشهاده العليا وتعطي للبطاله العاديين وتكفي العدد. نعم. باهي كي تقارن بالطويله 10 اطول 10 من الناس. أي. اليوم نحن راهو في منزل ميري رئيس 6 شركات احياء. نعم. وثم الارض الاراضي الشاسعه اللي في قريه السوالم. نعم. الاراضي موجوده وعدد البطاله موجود في كل بلايص كلها. اليوم انت تعمل حتى كريتير معين، مثلا تقول عندي اربع اصحاب شهيد عليا من عائله واحده مش نعطيهم الاربعه، مش تعطي مثلا فرد من كل عائله. نعم. فرد من كل عائله. نعم. تعمل زاده انت هذاك قرا وضحى وكل شيء يوصل معنى قراءة على روح وكل شيء، مثلا تعمل تدرج. اليوم هذا مثلا صاحب شهادة عليا مثلا 10 هكتارات، البطل هادي مثلا 7 هكتارات 5 هكتار. نعم. معنى باش هو يبان اك الشهادة اللي خذاها مش هي المساحة، هي المساحة على الأقل مع العمل مع كل شيء راهو ينجم. إذا ريتو نقول لك أول كلمة قلتها لك راهي غياب الإرادة، ما ثماش إرادة. نعم. اليوم نحن وخذلونا حتى الطبقة السياسية خاطر في علاقة ببعضها راهي. نعم. اليوم وقت تجي في الانتخابات. نعم. يجيك مثلا واحد ما تعرفش عليه تشوف فيه في التلفزه. نعم. لكن يجيك للمنزل المهيري ويقول لك رانا نحن مش نعملوا على امتصاص البطاله ومش نعملوا الحلول وكل شيء. أي. يبيع الوهم. نخب له العباد بعد يتنكر للجهه ويزيد يضحك علينا مره اخرى حتى. نعم. البلديه في حد ذاتها. نعم. لان الموضوع هو روم شعب. نعم. هو البلديه راهي فيها لجنه. نعم. تعنى بامورها التشغيل هذه والتنميه. نعم. البلديه انت اليوم الشباب يجي يشكي لك يقول لك ما راني مقش حلول تعرف. نعم. انت كبلدي وصوتك مسموع ربما كي تدز باب اداره تدخل، مش كيما. نعم. مواطن عادي مش يمشي يعيط على والي ولا يعيط على اليوم تعرفوهم اعضاء لجنه التشغيل في البلديه تعرفوهم يعني. الناس ما تعرفش المجلس البلدي، مش تعرف اللجنه في وسط المجلس البلدي. هو المجلس البلدي نتحداك تو تهز الميكرو وتسال مواطن في مزميري يقول له سمي لي المجلس البلدي 18 عضو، ما يسميهم لكش لان انت. نعم. تو تحب يسمي لك لجنه في وسط المجلس. لا مش مشكلتنا البلديه، ايه منها حابين تضافر الجهود. نعم. المجتمع المدني والجمعيات والبلديه والناس الكل. ايه. نتضافر ثم عنا معضله. نعم. لازمنا نقولها حل. نعم. اذا تصدت البيبان تو نحن ما نعرفوش نسكروا كياس وما نعرفوش نحتجوا وما نعرفوش هذا الكل نعرفوه وعملناه. نعم. لكن كي نعملوهم يجيبوا لنا الحلول تاع امتصاص الغضب. امتصاص الغضب. هاي سيدي هم مش نجيكم وهم نجيب مسؤول فلاني. هو راهو تو احنا الموضوع اللي نحكيو فيه معناتها راهو الموضوع اللي نحكيو فيه راهو موضوع راهو معناها تستفيد منه الناس الكل، راهي تستفيد منه الدولة، راهو الزيتون هذاك زيتون الدولة. سي فاكر معناها تو احنا كنا نحكيو التواريخ اللي تجدوا لي فيها معناها تواريخ 90 و2000 وكذا، جاء الربيع العربي، جاءت الثورة، معناها تداولوا علينا حكومات معينة إلى آخره، قدمتوش أنتم مطالب، أعطيتوش رؤيتكم كذا، وفي الأخر معناتها حتى نحب تقول لي معناها بعد 25 جويلية واللي هو صار تحول وإن شاء الله معناتها يكون أفضل، أعطيني معناتها تسلسل نتسلسلوا في الزمن وتقول لي شنية أنيه المسؤولين اللي اتصلتوا بها، أعطيتوا رأيكم في الموضوع، أعطيني الدوسي خاطر يبدو أنك جاي براق وعندك دوسي، أحكي لي عليه الدوسي ذاك. شكرا سيطارك. خليني نعقب على موضوع الزيتون وتصور اللي شفتها لهنا كده. نعم. معك زيتون الميت. نعم. زيتون هذاك هو في شركة الأحياء والتنمية الفلاحية ما غير ما نذكره الأسماء. نعم. هي شركة بين منزل مهيري ونصر الله. نعم. معناها عند مستثمر. هاي تتعدى بالنسبة لمشاهدينا في معناها صفحة الحياة فيها. مؤخرا معناها في شهر سبتمبر اللجنة الجهوية لمراقبة الأراضي الدولية. نعم. عملت زيارة ميدانية للضيعة هذيك لمعاينة الإخلالات ومدى تطبيق المستثمر لكراس الشروط ولمعناها للقوانين
نعم. لكراس الشروط ولل معناها للشروط التعاقديه والانمائيه بصفه نعم. عام نعم. وفي هذا الاطار معناها وجهت انذار اللجنه هذه للمستثمر نعم. الانذار هذا يبقى 3 شهور معناها يعطوه الفرصه باش يطبق كراس الشروط ويصلح اموره ويخلص المديونيه ويخلص ينسيس ويخلص الخدامه، وبعد 3 شهور تعملوا زيارة ثانية ميدانية معناها تشوف اش عمل طبق ما طبقش، وتعمل معناها جلسة على مستوى الولاية لهنايكين وترفع تقرير للجنة الوطنية لمتابعة الأراضي الدولية نعم. بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة لابيا نعم. وزارة الاستثمار الفلاحي نعم. معناها لأخذ القرار المناسب أما أن يتمهلوا أو تسقط عليه الحق أو معناها تبقى للقانون نعم. العمال في هذا الإطار طالبوا الدولة بتطبيق القانون، خاطر معناها مستثمر همشهم ناس مشي خالصة ما فماش سيناسياس الأرض ذاك تشوف معناها الإهمال وكذا نعم. هذا على مستوى التصور اللي شفناه. نرجع لك على سؤالك الثاني، كيفاه معناها المطالب والمسؤولين اللي اتصلنا بهم نعم. وشنية رؤيتنا وشنية حلولنا للأراضي هذه في 2012؟ مش نحكي لك على تجربة على تجربة خذناها احنا في شركة الأحياء والتنمية الفلاحية لفجيج، اللي هي تو المركب الفلاحي لفجيج مركب قائم الذات تابع لديوان الأراضي الدولية. بعد إسقاط الحق كنا كعمل طالبنا وقتها معناها بإسناد مقاسم للعمل والفنيين في الضيعة، ومعناها وبقية الأرض إما إعادة معناها إسنادها لمستثمر أو معناها إيجاد حلول مناسبة. الدولة وقتها ما مشتش بحكم قانون 95 اللي يمنع، القانون الجديد في 95 يمنع من معناها تشتيت الأرض وتقسيمها والتفريط فيها، معناها ملقينا صد الحق كبير والدولة هو مش التفريط هو على وجه الكراء، حتى على وجه الكراء وقتها بحكم هي أرض مهيكلة ملايبس بحكم هي أرض مهيكلة. الضيعات هذه معناها تندرج في الأراضي المهيكلة، وثم أراضي مهملة غير مهيكلة كيما ضيعة طويلة كيما أراضي طويلة اللي حكيت عليها كالتوس وحماطة. لا 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 ثم أراضي فلاحية غير مهيكلة ترجع بالنظر لوزارة أملاك الدولة، لكن ماهيش ضيعة ماهيش ما كانتش عند مستثمر أو عند الديوان نعم. هي أرض تابعة لأملاك الدولة سايبة نعم. مثلا في منزل مهيري عنا السوالم، هرية السوالم نعم. هرية السوالم هذه حوالي 400 هكتار هي أرض غير مهيكلة، مرجع النظر هي وزارة أملاك الدولة، هذه كان نجم ننظر فيها في المقاسم لكن ثم معناها غياب لإرادة سياسية ما الثورة بقت هاملة، الأرض هاملة إلى حد الآن. وقبل الثورة إيش كانت؟ هي كانت تابعة للشركة متاع توصالكو، وبحكم شركة توصالكو 2700 هكتار المستثمر طلب التخلي عليها عليها بقت هي سايبه بقت سايبه. معناها باش نفسروا للساده المستمعين، لا هي مزروعه لا زيتون لا لوز لا برقدان لا حتى ما هي الا مرعى بعد الثوره معناها يعني هي سائبه. والحقيقه معناها المساحه هي 400 هكتار، حوالي 400 هكتار معناها 400 هكتار عليها قديش فما من عاطل على العمل في مزميريا؟ ال 400 هكتار انا هذه وكانت تتقسم 4-4 تو تجيب معناتها اذا كان ثم اراده سياسيه باش يوقع تقسيمها، وثم مطلب لهنايكين عند السيد الوالي لهنايكين، ثم معناها فيه كريتير وفيه كذا نعم. ثم اراده سياسيه راهي العمليه ماهيش صعيبه ماهيش صعيبه اراده سياسيه وثم صدق نعم. من معناها مسؤولات الجهوية والوطنية نعم. لفض إشكال البطالة هذا احنا نتوسموا الخير في السلطة الجهوية والمحلية. والحقيقة حتى السيد الوالي اللي انت معناها اذكرته، السيد الوالي لم نرى عليه الا خيرا وما نسمع عليه كالخير، وان شاء الله يتفضل ويزوركم ويطلع على الوضعية على عين المكان. نوجه له نداء السيد محمد بورقيبة السيد الوالي القيروان باش يجي يشوف هالأراضي السائبة هذه ويرفع فيها تقريره للسلطة المعنية. إذا نخرج فاصل ثم نعود. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام تحية طيبة، نجدد لكم التحية مستمعي إذاعة الحياة FM، ونجدد التحية للضيوف الكرام
اللي جاونا من معتمدية منزل ميري. نواصلوا الحوار مع الضيوف الكرام. يعني سي بسام، سي بسام توا باش نحكيوا شوية على التنمية والتشغيل، ونحكيوا على الاقتصاد التضامني والاجتماعي في منزل ميري. ولكن قبل ما ندخلوا على توهية التنمية والتشغيل وكل شيء، ما هو عنده علاقة زادة بالبنية التحتية. أنا حسب المعلومات اللي عندي، منزل ميري لا فيها بنك ولا فيها قباضة ولا فيها سبيتار، حتى سبيتار اللي فيها سبيتار معناها يعتبر مستوصف، ولا فيها استعجيل. بالله هذه توا معتمدي، والسيد رئيس الجمهورية معناها باش يعمل فيها المدينة الصحية اللي هو مشروع عملاق جدا، وإن شاء الله يشوف النور. ساعة هو قبل ما نمشيه للتنمية والتشغيل، هي هاي الأساسيات، هاي الأساسيات لا فيها بنك لا فيها قباضة لا فيها معناها حد معرفتي أنا بمنزميري فيها بوستة فقط والباقي قهاوي هكا ولا، وطبعا مقر المعتمدية ومقر البلدية. شنو فما فيها آخر معناها مكتبة عمومية منطرفة على الأطرف معناها. تفضل. البطالة ياسري يلزمنا برشا قهاوي. البطالة ياسري يلزمنا برشا قهاوي والله حتى ذي تسمع. إذا سي بسام، تذكرت البنية التحتية وذكرت قلت ثم كان مقر المعتمدية، حتى المعتمدية ما عندهاش مقر. المعتمدية نجم نعملها، نعم نجم نعملها متحف، نجم نجي متحف، خاطر هي دار قديمة ياسر عمرها ذولي 60 سنة ولا 70 سنة. ما مش يعني حتى كمقر معتمدية ما عندناش مقر معتمدية لائق، لعنا استعجالي به، لعنا يعني طرقات معبدة باش على الأقل حتى يصير استثمار وإلا تحسن الأمور. نعم. الكوامل اللي تجي وتمشي على الأقل تمشي في ظروف طيبة. نعم. لعنا ما صار اللي يمشي يجبد الفلوس أخي، ما لازم بنك. البنك ما ثماش. ما ثماش بنك. لا حكومية ولا خاص. البوسطة أربع شبابيك فيها شباك برك تمشي تاخدم تلقى شباك برك يعني يقوم. نعم. نعم. ونحكيه على التشغيل ونحكيه على خريجي الجامعة وعد كل شيء. هو أنت وكان تحل بنكة وتحل قباضة وتحل معناها هو ديجا أنت هناك خدمت يمكن عشرة ولا فهمتني. إذا وصل لي في التنمية والتشغيل وفي الاقتصاد التضامن الاجتماعي، وطبعا دائما نربط مع التشغيل لأنه يعني إحنا هذيك هدفنا نحب نعرض جهود الدولة في التشغيل باقتراح حلول معناها كيف ما نقوله محلية، خاصة أنه حتى توجه السيد رئيس يقول لك أنا مثلا الرجل الأعمال الأكثر تورط في الفساد، أنا مش نعطيه المعتمدية الأكثر فقرا. يعني حتى مربوطين كيف تلاحظ معناتها سي امبليسيت الحكايه مربوطه ببعضها معناها. حسيتك سرقت لي الفكره من مخي تقريبا. حشيك. لا لا يعني اللي حبيت نقوله انت سبقتني به. نعم. شوف نحن من بعد الثوره خاصه وقت اللي تسرحت العباد ولت نجم تشكي كل شيء. نعم. وتتكلم، نشوفوا في المعتمديات كله في الولايات كل الناس كل تمشي تشكي للدوله تقول لهم القى لي حلول. نحن مشينا للدوله قلنا لها عنا حلول، انت برق بالضبط. انت برق يعني اعطيني اراده سياسيه واللي يهمك، اقترحنا حلول، اقترحنا استصلاح الاراضي، اقترحنا هذا الاقتصاد التضامن الاجتماعي واللي هي تجربه سابقه تم تعتيمها اعلاميا صارت في جمنا وفي بالي انها قاعده تعمل في نتائج مبهره جدا. وصلوا حتى مش يبنوا في مستوصف، مش يبنوا في مدرسه، مش يعبدوا في الطرقات عليك على الام هم يعني على مصاريفهم هم، لانه المشروع نجح. نعم. فلهنا نحن نطالبوا ان الدوله يعني لو تبادر وتكون ثم اراده سياسيه واضحه ومشاريع قوانين واوامر رئاسيه والا حكوميه ولا اللي هو، نحن بحول الله مش تشوفوا نتائج مبهره ان شاء الله. ان شاء الله. لانه الاراده موجوده نتاعنا عندنا كل شيء. اوزر انا عاده في البرنامج نتاعي فما كلام انا نحب نوضحه، يعني مثلا كي نقولوا اراده سياسيه، الاراده السياسيه كلمه كبيره، اراده صحيح. اعطيني انت مثلا مشيتوشي قعدتوا مع السيد معتمد الجهة مثلا، السيد معتمد الجهة مثلا أكيد مش يرفع التقرير متاعه معناتها للسيد والي القيروان. أعطيني عمليا كلمة الإرادة السياسية معناتها كلمة كبيرة، وإن شاء الله بعد 25 جويلية معناها إن شاء الله الإرادة في تشغيل الناس وفي إرجاع الحقوق لأصحابها إن شاء الله متوفرة، إن شاء الله متوفرة. إذا علق لي توا سي محمد الفايدي، قل لي معناتها شنو معناتها الإرادة السياسية؟ ما تحبش تخدم الناس الإرادة السياسية. حكينا توا في التسعينات وفي غيره، وحكينا بعد الثورة. أعطيني بعد 25 جويلية، إجياني بعد 25 جويلية. من تجربتي الخاصة. نعم. من تجربتي الخاصة. حصلت على الشهادة العلمية نتاعي في 2012. 2012. تو بلسك 10 سنين بطال. نعم. من بعد بحكم نحن وانا نحبوا مشاريع فلاحيه وكل شيء مشيت عملت فورماسيون في تربيه النحل. تو انت مختص في الاعلاميه والبرمجه. الاعلاميه والبرمجه. وليت تربي في النحل. وليت تربي في النحل. ها مقرب لبعضنا. باه شفت كيفاش باه. ايه اخذت جوائز على فكره احسن مشروع في تونس، خذيت برشا جوائز. نعم.
كي جيت المنزل الميري وحبيت ان لانسي البروجي نتاعي يعني باش تعطيلات مثلا كيلك سوا من لابيا من اي بالفعل هو في اطار التفاعل معاك اللي يجي والله شوف مستمعينا الكرام انا نحب معناتها ربما شويه للترفيه واحد كي يجي يحل مشروع نتاع نحل يشترطوا عليه معناها هكتارين ولا كذا خيون نحلها وطاير في السماء هو او سيرح في الجبل معناتها انا مش نسرح النحلات نتاعي يلزم يسرح وكان في الهكتارين اللي عندي معناها يقولك لا لازم تكون عندك ارض لازم تكون عندك ارض انا مش نكري ارض جا مثلا مره في نيابل مره في ولساتية مره في تونس مره في بلاصه بالضبط مش تحاولوا نحل نتاعك حسب الازهار صح مش يوقف في بلاصه واحد نعم. ماكس شهرين في بلاصه نعم باهي يقولك لا لازم تكون عندك ارض يقولك عندك تمويل ذات بيت مشيت وليش عملت مشيت على نسيت البروجي على حسابي الخاص على حسابك دامت منه ومنه ولنسيت البروجي قداش بديت من خلية بديت بخمسة وعشرين خمسة وعشرين بديت نخدم على روحي مشيت للابيا قلت لهم نحب على الدعم نعم أعطوني على الأقل دعمونا يعني عملت المجهودي واختمت على روحي وبديت أعطوني قالوا لي لا لازمك تلانسي البروجي من الاول جديد من الاول جديد كيفاش لازم تجيب فاتورات من الاول جديد وتعاود اي انا معنا نبيع الحل نتاعي ونعاود من الاول جديد اي وعلى وعلى الفكره ب 25 ما يعطيكش يعطيك كان ب 50 اقل شيء 50 خليه 50 وصلت لما 50 خليه يعني 10 ملايين اقل حاجه بديت بديت ب 25 تو عندي تبارك الله اي اي ما هو نحكيو على واحد بادي جديد احنا مش نحكيو على واحد شي ترى قالوا لي لا قالوا لي قلت لهم خرجوا خبير يقوم مثلا الحل اللي عندي مثلا وحشت ب 50 عندي انا فوق ال 50 تبارك الله قوموا قوموا القيمه نتاعتهم قوموا قالوا لي لا قالوا لي نمشوا كم بالفاتورات دولة نتاع قانون نمشوا كم بالإدارات وبالفاتورات بالفاتورات بالفعل. الفاتورات كيفاش؟ نايم بيع بيت نحل ب 180 دينار الفورنيسير الفورنيسير كي تجي تاخذ من عنده فاتورة مش تشري من عنده نحل يبيعك 250 دينار بالفعل لكن ناخذ قرض على البنك 250 دينار هذيك الساعة للفورنيسير وزيدها الانتريس نتاعها معناها مش تكلف لي بريسك 280 دينار شوفنا من 180 دينار مع 100 دينار زايد كي تجي تاخذ في قرض كيما نقولوا ب 30 مليون ولا 40 مليون تلقى روحك عندك 10 ملايين هذيا مشت والدعم مش ناخذ شنو هو انا على مثال 40 مليون تاخذ في 7 ملايين 6 ملايين هي هاني عطيتهم الفورنيسير وزدت من عندي وكان جت الدنيا الدنيا وكان جت الدنيا الدنيا تمشي تاخذ 50 خليه النحل تمشي تاخذها من عند الدوله هذه قبل كانت بليش قبل كان اللي عم فورماسيون في النحل يعطوه بيوت نحل ويعطوه ماتريال من الاول نعم الاول لا تو يقول لك لا تجيب لي فاتوره ساعة المشي والجاي ذاك والفاتورات والاوراق والواحد ودراسه مشروع 300 دينار ما نعرف شنو هذيك كل ساعه جوج نعم ما تخسر انت اكثر من قيمه البروجي نعم من بعد انك مش خلصك في الفلوس ولا نعم كيفاش نصورها انا الفلوس هذيك اذا كان هي اكثر من قيمتها نعم البروجي مثلا تكلف 5 ملايين انا تحسب لي ب 10 ملايين الانتاج نتاعو قداش باش يكون 5 ملايين بالاضافه لانه النحل معناه حساس جدا حساس جدا ونجم يموت وفما ناس مقتله ب 30 وبال 40 خليت نحل في العام والله هو انا الحقيقه نحب نوجه لك شكر لانك من الاعلاميه مشيت للنحل معناها حاجه باهيه ونشجعوك على كل حال معناتها الناس تجيب مبادرات تجيب حلول تجي تحب الانسان موجود. الانسان يحب يخدم الانسان طواق بطبعه للعمل وباش يعمل على روحه باش ما يخلص مع عند بوه مع عند امه وعند كذا فهمتني باهي ربي فضلك وربي ينور ذاتك اذا نتعديو لسي ثامر الجملي سي ثامر معناتها انا نتذكر عمناول فما حتى تنوع من المسيره حبيتوا تعملوها مشيا على الاقدام حتى للرئاسه وفما ناس فما خدامه ما خلصتش قعدت يمكن 8 شهور ولا عام ما نعرفش صحح لي الرقم بالضبط احكي لي عليها الحكايه هذيك وهي طبعا هي دائما في اطار التشغيل والاستثمار معنا هي شركه ما غير ما نذكر الاسماء احتراما للناس الكل هي شركه العمال تجاوزت ال 6 اشهر الفتره هذيك وسي فاكر ربما هي شوف هو الاشكال في شركات الإحياء والتنمية اللي قلناه من الأول كيفية إسنادها وكل المحبات وكذا نحن تو في نتيجة للشيء اللي تعطاها كيكة بالمحبات أنا في مشكل نحن تو الشركة المذكورة هذه خدامة ما هيش خالصة عندها 8 شهور التقنيين والمهندسين أكثر من عام السينسيس تسال مليار المزودين يسالوا معناها كذا أملاك الدولة الكراء تسال مليار واش به شو به شو هاو مش ننطلق في حديثي على شركات الاحياء هذه والشركه هذه بالذات على تقرير دائره المحاسبات ديما بالله احتفظوا بالاسماء ما نذكروش الاسماء في مهمه رقابيه اش استخلصوا اللي التجربه هذه نتاع شركات الاحياء بصفه عامه معناها تجربه فاشله الا قله قليله اللي نجحت الاستثناء هو النجاح والقاعده هي الفشل به نحن تو في منطقه انا في منزل ميري عندنا ست ضيعات مسترجعه عند ديوان الاراضي الدوليه بصفه مسترجعه نعم. وديوان الاراضي الدوليه التشريعات ما تخليش
يستثمر في أراضي مسترجعة يقول له خلاها عندك كيما الفريير إلى حين إعادة استغلال. هاي عندها 8 سنين تول أراضي وتسع سنين الديوان ما ينجمش يستثمر، القانون يمنعه. والحكومات ما ثماش حكومة استقرت عام ولا عامين باش تلقى برنامج. أنا في المشكل هذاك به كي تجي تشوف الرأي العام تول الرأي العام راهو ماهوش ضد الاستثمار، اما ضد الاستثمار بالمنوال هذاك تاع شركات الاحياء. يجوا نلقوا طريقه جديده باش نستثمروا في الاراضي ونلقوا مردوديه باهيه تشغل وتنمي البلاد وتحدث الثروه. نعم نحن لهنا اش قلنا؟ قلنا نقطعوا مع المنوال هذاك ونجوا المنوال الجديد. هاو مش نجيب لك مثال في ضيعه الفجيج اللي ضيعه اللي نخدم فيها تو واللي هي تابعه مراكب ديوان الاراضي الدوليه بصفه دائمه. نعم كي استرجعتها الدوله من عند المستثمر قلت لك نحن مشينا في مطلب مقاسم وكذا لقينا اعتراض من الدولة ولا وتشتيت وتشتيت. ما نزد المنوال القديم نحن متاع شركات الإحياء وانت قلت لي ما نعطيهاش مقاسم. هاو الحل مش نعطيك حل آخر ثالث. أخوي خل تبقى عند الدولة صفة دائمة قطاع عام يشغل وخلي الفلوس تمشي للكاسة متاع الدولة. نعم. علاش ناجي مستثمر تعطيه 15000 زيتونة وتقول له استثمر؟ ما هوش استثمار في نظري هذا. هذه هدية حتى انا تعطيني 15000 زيتون راه نولي لاباس زاد نخضر العام الجاي بمليار ونولي راجل. اخويا نحن هاو قلنا خلي تمشي الكاسه الدوله خضر بمليار اخدمها شغل ناس تدخل ناس تخرج انتريد ثم تشغيل ثم يلزم الدوله هي تستثمر. نعم. كي تستثمر الدوله وتري الناس ثم الدوله استثمرت واستصلحت الاراضي نتاعها وكذا راهي حتى النظره تتبدل. نعم. وكي تجيب انت مستثمر انا ما نشدد الاستثمار نشدد عليها الكلمه هذه، اما كي تجيب مستثمر ما عندوش حتى علاقه بقطاع الفلاحه وتعطيها 2000 هكتار و20000 زيتونه وتقول له برا اخويا استثمر راك اول حاجه مش تلقى صد من عند الاهالي. حكم تري في فساد ماهيش تري في انتاج الثروه ماهيش تري في تشغيل ماهيش تري في حتى شيء. الحلول شوف الاراضي اللي فيها زيتون كبير معناها وتعتبر ثروه وطنيه هذيك تبقى عند الدولة في إطار مركبات تابع ديوان الأراضي الدولية، خاصة الضيعات هذه راهي ضيعات كبيرة، راهي ضيعات نحكوا على 20000 زيتونة ونحكوا على 200000 زيتونة مكثفة، كيف نعم. شكون مش تعطيها هذه من بعد؟ نعم. تو تجي المستثمر تقول له خذ بين زيتون مكثف أنتونسيف وزيتون كبير ثم معناها 300000 زيتونة، هذا ماهوش استثمار. وإلا تفضل تفضل. وإلا سي طارق غنكمل باش ما نزعلش الفكرة. وإلا الحل نتاع الاقتصاد التضامن الاجتماعي اللي حل معناها مطروح ونستأنسوا لهنا كينا بتجربة جمنة. الاقتصاد التضامن الاجتماعي يقننها التجربة هذه. نعم. يقننها تجي مثلا الأرض كيما هكاكا من العمال من الفنيين من الناس أصحاب الشهيد العليا المعاطلين على العمل هم اللي يكونوا إدارة هم اللي يتصرفوا فيها. هو اقتصاد تضامني اقتصاد غير ربحي الغاية منه هي التنمية والتشغيل. نعم إذا شكرا سي فاكر. مستمعينا الكرام نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار مع الضيوف الكرام. من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجد لكم التحية من إذاعة الحياة اف ام إذاعة القيروان للصحة ونجدد التحية لضيوفي الكرام اللي جاونا من معتمدية منزمهيري باش نحكيه على التنمية والتشغيل في المعتمدية المذكورة. إذا كنا قبل الفاصل نحكيه على طريقة ربما توزيع الأراضي الدولية بقصد طبعا استغلالها لتشغيل خريجي الجامعات. وطبعا احنا ديما لما نتكلم على تقسيم الاراضي راهو على وجه الكراء راهو الدوله مش تفرط في رزقها مع انه الدوله راهي ما تفرطش في رزقها لما تكون هي تستحق ومن بعد باش تبني سبيطار باش تعدي كياس باش كذا. ولكن هذه اراضي شاسعه 400 هكتار فاش مش تستغلها انت ناريخ باش تعمل مطار غادي مش تعمل فهمتني. فربما الجدوى تكون اكبر لو نعطيوها للناس يخدموا ارواحهم خير من بعدين يقعدوا في القاع وكل شيء. كان سي فاكر قال معناها خليها قطاع عام والا انت كي تجيب مستثمر وتعطيه 2000 زيتونه اي واحد تجيبه من الشارع ما عنده حتى فرنك تعطيه 2000 زيتونه يولي غني لبس عليه من العام الاولاني ويولي مستثمر. وبالتالي انت لهنا اذا كان ماشي في حكايه الاستثمار معناتها اي واحد نجم ترده مستثمر. ولكن انك تخليها زاد قطاع عام سي ثامر ما هو زاد احنا عندك اللغه نتاع رزق البليك وانا كي نخليها قطاع عام وما بالكش ما تدورش العجله ويولي
يمشي يحط الفيست على الكرسي ويروح، ونعرفوها احنا، نحن كي تبدا حاجه ملك للدوله تولي ربما المردوديه اقل. اذا كان غلط صلح لي، معناته فسر لي. بالنسبه للملك للدوله، نعم. او اذا تكون ثم اداره قويه وثم برنامج عمل، نعم. راه ما نتصورش انه خدام مش يتخاذل، مش يقول له نعم. عندك الطاشه هذه مش يخدم على روحه ويمركي نهار تطبيق ويرا. القانون ثم تطبيق القانون، نعم. اليوم انت تحكي على قطاع عام وقطاع خاص، نعم. تو بالنسبه للتجربه بتاع الشركه اللي المذكوره اللي كان يحكي عليها الاخ فيك، نعم. راهو انت كي تعطي للمستثمر، نعم. تعطيه ما عرفش 14000 عود زيتون، نعم. وتقول له عندك 40 خدام، نعم. تعطيهم لاي واحد، اي واحد، قول له اجهز هم، مش تعطيك 14000 عود زيتون، نعم. وعندك 40 خدام، نعم. هو يخذر مثلا مليار و800 مليار و200 مليون مليار مليارات، نعم. هي انا نجم منين نعملها، اي واحد ينجم يعملها، نعم. معناها مش عندك خدام تخلصهم بالحساب، تخلص الخدام والباقي ليك، نعم. لا، ثم كراس شروط، نعم. كراس شروط هذه حكايه كبيره، نعم. لانه انت اليوم مثلا واحد يشد شركه 20 سنه، نعم. وما يزيدش فيها اجوره، نعم. وين الناس اللي تراقب في كراس الشروط؟ فيني، نعم. ثم عدد بتاع عمال، هذي العمال تتحسب حتى بالهكتار، نعم. كيفاش انت شركة كبيرة مئات الهكتارات تلقى 40 خدام، علاش كنت تضحك؟ نعم. ريت الشركة دي نفسها، نعم. جدود بتاعنا هم اللي زرعوا الزيتون بس ياخذ فيها 150، نعم. 150 شخص، 150 شخص، نعم. هاي حلت، نعم. مشكلة 150 عائلة، نعم. اللي هي تو يضحكوا على شكون؟ بمعنى انت تو كي تعطي المستثمر، نعم. تعطيه الزيتون ويخضر 100 مليارات وعطيها 40 خدام، هي هذه، نعم. هذه تلعبت والله اعلم، هو تلعبت تحت الطاوله، الله اعلم. هو الغريب في الامر، معناه الغريب في الامر انه هو اختصاص ونزل وتله، نعم. تجيبه انت كان مدير بتاع اوتيل، نعم. تجيبه مش ديريجي في شركه فلاحيه، نعم. مش ديريجي في شركه فلاحيه، نعم. من الطرايف اللي صارت، نعم. ثم واحد كيما هكا معناه مش الاختصاص بتاعه، معناه يحكي على يدوروا في هنشير فيه البطاطا كل شيء، يقول، نعم. والله اني نخزرني للوحده، ويني البطاطا؟ ويني البطاطا؟ ما يعرفش اللي البطاطا تحت الارض، تنبت تحت الارض، في بيرو مش يلقاها الفوق، نعم. معناها من الناس اللي معنا ملزمين عليهم حكايه المضحكات، كادوات عاطينهم، نعم. كادوات، نعم. تحت الطاوله، واليوم يقول لي ما يا ملك يا خويا، ما عادش، شوف ما عادش فما كادوات ان شاء الله بعد 25 جويليه، ما عادش فما كادوات، فما كل واحد يخدم على روحه، مرحبا به، ما غير ما نعرقلوا دواليب الدوله. يا خويا راو رانا ولينا شاهين الزيت، يا خويا رانا ولينا شاهين السميد، يا خويا راو كل شيء تقطع في البلاد، يسيبوا الناس، سيبوا الناس خل تخدم، سيبوا الناس عاونوا الشباب خل يخدم، الناس منوره وجوها طيبه كيف نكا تحب تخدم، وانت شاد معناها الزيتون يابس يا رسول الله، معناتها يوجع القلب. اذا الحقيقه فرحان ياسر وسعيد ياسر باستضافه اهالي منزل ميري باش يحكيوا، وتوا فيما تبقى من الوقت باش نعطيكم مساحه حره تحكيوا على البنيه التحتيه، تحكيوا على معناها على كل ما يهم منزل ميري، لانه معناتها حاب نعطيكم الوقت اللي تستحقوه. تفضل سي فكر. ربي فضلك. منزل مهيري معتمديه غنيه ومفقره في نفس الوقت، غنيه بالثروات الطبيعيه الموجوده فيها، مفقره بحكم اراده سياسيه غايبه في تثمين الثروه هذيك، نعم. وفي معناها تقليص من نسب البطاله، وفي معناها اطلاق برنامج معناها تنموي يضفي قيمه معناها اضافيه على كل الاراضي المهمله هذيك، نعم. يستقطبك الشباب يهربوا من الملقاوي من البطاله من الثنايا الخايبه اللي كنا نشوفوا فيها، من اللي كنا نشوفوا فيها، نعم. عندنا المشكل وعندنا الحلول، نعم. طالبين اراده سياسيه، جست اراده سياسيه تنولوا لباس علينا الحل في الاراضي هذيك. حكينا على مستثمرين معناها اخل وكذا، هاو عندنا حلول جديده، هاو عندنا قطاع عام، قطاع عام راه مهم، كان شفتوا في ازمه الكورونا، نعم. كيفاش القطاع العام في سواء في المستشفيات، القطاع العام في تعديل الاسوام، نعم. الناس اللي احتكرت وكذا، نعم. معناها القطاع العام راه مهم برشا، والا هاي ثم التجربه نتاع الاقتصاد التضامن الاجتماعي، شو ما اكثرها الحلول، نعم. اعطوني اراده سياسيه تون ولا لاباس، نعم. سي بسام كلمه حره. نعاود نزيد نجدد لك الشكر على ربي يبارك فيك، مرحبا بك. نحب نقول اللي علاقة مازن مهيري بالزيتون، أكثرية بالزيتون معناتها غادي كينا، نعم. هي ربما بعد تاريخي أكثر منه واحد، نعم. جذورنا فيه نحن الزيتون، نعم. زرعوه جدودنا، نعم. جدودنا زرعوه قبل بكيلو سميد وزوز كيلو سميد، نعم. وبحليب البا، نعم. وطلعوا الزيتون هذاك اللي جاء المستثمر بعد سنوات باش ياخذ الزبدة نتاع الإنتاج، أخويا رجعونا زبدتنا، أي. وهزوا وطلتكم على رواحكم سيبونا خلينا نخدموا على رواحكم. فعلا ربي يبارك فيك، مثل ما قال الجاحظ قل وأوجز. سي محمد الفايدي الله فيك على الاستضافة، نشكرك.
احنا اخر مشروع تنجز في مازمهيري هو طريق مازمهيري السوالم. حبيت طريق مازمهيري السوالم على فكره بلي على طريق مازمهيري السوالم راهو اللي خدموا رش الشرشور ومشى والشرشور هذاك خرجته الكار وراهو الكياس رجع محفر. انا اتاحت لي الفرصه باش مشيت فيه الكياس هذاك. بالنسبه اللي دفع الفلوس نتاع الكياس هذاك، الكياس هذاك راهو ما تخدمش، ما تخدمش نورمال لازم تحاسبه. واضح ما تخدمش الكياس، راهو رش الشرشور راهي الحفر قاعده تهبي. وراه نفس المشاريع الكل في منزل ميري بريسك راهو على نفس المنوال هذاك. نعم سي ثامر. بالنسبه لمنزل ميري يصطلح عليها معتمديه المشاريع المعطله نعم والتهميش نعم، والمؤسف اني تعاقب الحكومات نعم. يمكن 10 حكومات رغم الاختلاف بتاعهم السياسي والايديولوجي اتفقوا على تهميش هذه القرية نعم. وبالنسبة للمشاريع المعطلة ثم طرائف في المشاريع المعطلة نعم. ملعب رياض، ملعب رياض مسبوبة ميزانيته عندها سنوات نعم، والأرض موجودة والمقاول حكوا معاه كل شيء، كل ما نحكوا نحيوا الحكاية بتاع الملعب الرياضي نعم. يقول لك في الدراسة لا، يحللوا في التربة، يحللوا في التربة، شوية تربة يحللوها مش هر باش نحن نسكتوا باش بعد يزيدوا يقولوا مش حللوا التربة، يحللوا في التربة عليها. وانت انت كي تجي تكور على التربة مالحة ما تنجمش تكور على التربة في الصحة. شنو معناها تحلل في التربة؟ معناها زيدك في الصحة. مدينة معتمدية منزل ميري، معتمدية منزل ميري المعتمدية الوحيدة اللي ما فيهاش استعجال إيه؟ وفي الصحة مازال فيها مستوصف، ما خاطركم لاباس عليكم كلكم في الصحة جيدة، استعملوا به الاستعجال. مستوصف شدونا يصنفوا فيه صنف واحد صنف اثنين ردوه 5 نجوم نعم. صنفوا شدوا المستوصف يصنفوا فيه نعم. توا لو وصلوا والله صنف 3 ولا صنف 4 نعم. استعجالي معتمدية الوحيدة ما فيهاش استعجال نعم. عندكم مركز حرس، حرس مركز الشرطة، مركز حرس شنو المهندس قال لهم مش يتيح عليكم برا ودبروا اكروا في بلاصة اخرى. اذا التحية، التحية للامن الحرس وان شاء الله ان شاء الله سلامات. عملنا تنسيقية الاستعجالي وضربنا على الملف ووصلنا حتى لوزير الصحة وكتاب عامين وكذا، خدم شهر وبالارقام منزميري ولد تخدم اكثر معتمدية نصر الله نعم. تحية لاهالينا في نصر الله، تحية لاهالينا في نصر الله. لكن الحلول اللي معنا كل مره يماطلونا، كل مره يماطلونا وجههم كادو باش يماطلونا نهائيا نعم. قالوا راه عندكم مدينه صحيه برو انت هي سيبونا ما حكيت الاستعجالي وحكيت هاي مش جيكم مدينه صحيه كامله، مش جيكم ناس حتى من الجزائر تداوي، احنا عندكم هنا ما شاء الله ومن ليبيا نعم. معنا سي انتم تو معش تحكوا على معش تحكي شان بيه مستوى بالنسبه للصحه هي. سي صبوا علينا استلمات، لا لا بالنسبه للصحه امورنا امريكا في المدينه الصحيه تو كيبدا واحد هي. مريض هي. يقول له مرة والله المدينة الصحية تو يحلم اللي هو في المدينة الصحية نعم، باش يمشي النصر الله ويمشي القروان واللي تعرفنا احنا المهزلة اللي تصير يمشي النصر الله 9 كيلومتر للاستعجالي، والاستعجالي عبي في الامبيلونس يرجع يعني 18 كيلومتر زايدة زايدة يضيع فيهم معناها نعم. ثم حالات وصلت معنا تستحق دهورة حالتها قباضة، تستحق قباضة في علاقة بالتشغيل. والله هم القباضة بيني وبينك ايه؟ القباضة كي ما عملوهاش خير يعني أوه. هي الفلوس اللي تبعتها ما ثمش ما ثمش دورة اقتصادية تستحق قباضة نعم، ما ثمش عمليات مالية نعم. والله راهو الواحد قلبه معبي على الحكاية هذه. بسم الله عليك ونجددوا شكرنا لإذاعة الحياة اف ام اللي اعطتنا هذه الفرصة، مرحبا بك لأنه باش يكونوا واضحين وهو نقولها على المرأة نعم. ثم منابر إعلامية حتى من قبل ولادة حياة اف ام نعم، كلمناهم باش يغطوا احتجاجات ويغطوا وقفات احتجاجية لمطالب شعبية خالية من الشوائب، خالية من الامور السياسية وخالية من كل شيء نعم. مطالب واحد قافز على الجمرة تاع البطالة ولا واحد امور صحية وكذا، مطالب مشروعة نعم. وتتخاذلوا او باش يكونوا واضحين باش يجونا ومشي بعيدة المسافة باش ينجموا يوصلوا منزل مهيري نعم. وحتى في تظاهرات اخرى وكل شيء، ورغم انكش مش يكونوا نحكوا كان على نصف الكاس الفرغان نعم. راه ثم حتى حاجات ايجابية ربما كانوا ينجموا يجوا يغطاها نعم. ثم احاديث اخرى مثلا يعني مركز الحرس قلت لي معناها قالوا لهم باش يتيح المعتمدية على وجه الكير، المعتمدية على وجه الكير، القباضة ما فماش، السبيطار ما فماش، عندكم فقط مستوصف، مستوصف صنف 4 راهو مستوصف صنف والله انا يعني الحقيقه صنف بتاعو باهي معناها ينجم صنف 4 اي 4 صنف. البنوك ما فماش لا بنوك عموميه لا بنوك كذا، معناها انا اش نفهم توا موجوده البوستة، موجود كيف ما نقولوا مدرسه المدارس والمعاهد وكذا أي. والبقيه كيف ما نقولوا عندكم سوق اسبوعيه مجهزه، عندكم سوق اسبوعيه موجوده، سوق اسبوعيه مجهز مغطيه امريكا لا مش مغطيه، لا مش مغطيه
يعني بطحة وبنوا فيها شوية كحوانت وسطحوا فيها شوية وكهو. إذا عندكم شيء تفضل طبعا شوي. طبعا نحب نقول لك اللي هي نحن كي نشكو على مازميري، مازميري راهي جزء لا يتجزأ من ولاية القيروان ومن تونس بطبيعة، مش نطبع تشاد نحن لكن لاي القيروان بطبيعة نبقوا نغاروا لها ونحبها، وهي زادة تعاني من نفس المشاكل وكل شيء. ديما القروان ديما نلقاها في المراتب الأولى في الفقر والفقر المدقع، تزفهم في كاس والبطولة ما شاء الله. فنحن نحب نقول لك اللي مازميري راهي صحيح مفقرة ومهمشة لكنها غنية برشا حاجات. باش غنية؟ غنية بثرواتها وغنية بالموارد البشرية اللي عندها. نعم. مازلمهيري راهو تم اقتراح فيها بشكون في علمك عم نول رئيس حكومة من مازلمهيري يرجع. نعم. سي الحباب الجملي. فما سي توفيق شرف الدين اللي هو زاد داخل تورم مازلمهيري. فمازلمهيري عايشك نحيوهم لمحالة. نعم. مازلمهيري راهي ولادة وتبقى تنجب وراهم ولادها ما يأيسوش، والدليل لأن قاعدين نشكو ونجو ونشكو ومازلنا مش نشكو بحول الله باش حقه ما طلبنا. نعم. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. عايشك. طارق مازلمهيري راي من المناطق القليلة اللي فيها أصحاب شهيد أولياء عدد لباس كبير وناس تعطي قيمة برشا للقراية، وكل دار في مازلمهيري تلقى فيها صاحب شهيد أولياء أو زوز، وثم حتى فيها أربعة أصحاب شهيد أولياء. نعم. معنى هي صحيح مهمشة. نعم. لكن هي تعليمين المليح المليح يبتا المليح يبتا. إذا مستمعنا في 30 ثانية في 30 نداء في 30 ثانية بخصوص عمال شركة الأحياء والتنمية في الأحياء توصلك، وعمال راهم همش خالصين إلى حد الآن ينتظروا في تطبيق إسقاط الحق باش ناس تأخذ أموا أخلاصاتها. نعم. ناس راي عندها 8 شهور ما هيش خالصة. نعم. وفنيين عندهم أكثر من عام ما همش خالصين، نوجه نداء للسلطات الكل. نعم. باش يسرعوا لنا بالحل ان شاء الله يسمعوا فينا. راي الناس عندها 8 شهور ما خلصتش، وعندها عام ما خلصتش، وراو العطار والخضار ما يستناش ل 8 شهور ل 10 شهور. مستمعينا الكرام، اذا تشرفنا وسعداء جدا بمتابعتكم لنا. تحيه لضيوفي الكرام ثامر الجملي، فاكر الجملي، محمد الفيدي، وبسام الجملي. الشكر أيضا والتحية موصولين الأمنة بوخيت ومحمد سيف بولعريس في المرافقة التقنية. من أمام الميكرو طارق السلمي يحييكم، نتلقى إن شاء الله الجمعة الجاية، وربي ينور ذاتكم إن شاء الله. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.